أربعة، القيادة العلمية للعالم. الصين تتحدث. الصين في موقع رسمي للصين قصة عن العلماء الشباب في الصين. القصة جوهرها إن اللي بيبني الصين المعاصرة، اللي بيتحدى أمريكا علميا، اللي بيستعد للقيادة العلمية والتكنولوجية للعالم هو الشباب الصيني. وزارة العلوم الصينية بتقول 80% من علماء الصين تحت 45 سنة. إذا مجتمع شاب علميا، والشاب هو اللي مستعد لهذا الأمر. في الموقع الصيني، وانج تونغ هو شاب صيني تحدث إلى الموقع، وهو عالم شاب فيزيائي كان عنده 31 سنة لما التحق بمختبر صيني خاص بالاندماج النووي. بيقول هو في ثانوي أول مرة يسمع المصطلح، بعدين راح اشتغل في معهد البلازما، ولما اشتغل فيه قعدوا 4 سنين يشتغل لغاية ما وصلوا إلى درجة متميزة ورقم غير مسبوق في موضوع الاندماج النووي. اتكلمنا قبل كده عن الاندماج النووي اللي هو عكس الانشطار، دمج الذرات في إطار درجة حرارة كبيرة جدا تسمى الشمس الصناعية، وده مستقبل الطاقة النووية في العالم أو نهاية التاريخ في الطاقة. لو وصلنا للاندماج النووي وصلنا إلى نهاية التاريخ في الطاقة. هذا العالم الشاب بيقول إن هو اشتغل مع فريق، وبعد ما كان الرقم القياسي اللي تحقق في الاندماج النووي 101 ثانية، هم وصلوا ل 403 ثانية. ده عنده 31 سنة، فيزيائي شاب، ومجمل الفريق مواليد الثمانينات والتسعينات، و 80% من علماء الصين تحت 45 سنة. الصين بتقول إن الشباب ده هو أداتنا في المستقبل، وإن البحث العلمي هو أداتنا للتنافس مع أمريكا، وإن الفيزيائيين والكيميائيين والبيولوجيين والمهندسين والأطباء الصينيين هم القوة الحقيقية للسيطرة أو للمنافسة، وإن دول هم اللي هيخلونا نحتل القيادة العلمية للعالم. الصين تتحدث عن شباب العلماء والمنافسة على قيادة العلم والتكنولوجيا في القرن 21. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.